طيب دلوقتي لو جينا نقول عايزين نجيب البارشال سي باي بارشال دبليو 2 1 2 ده مثلا، انا عايز البارشال الكوست فانكشن باي بارشال الراجل ده. لو جينا نبص هنلاقي ان الويت ده بيأثر بس في النيورون ده، وبالتالي تأثير الويت ده على الفاينل كوست فانكشن مقتصر على او بصورة ادق كله بيجي من خلال تأثيره على النيورون ده. بس بعد كده النيورون ده بياخد التأثير ده ويعمله ديستريبيوشن، بيأثر هنا شوية ويأثر هنا شوية ويأثر هنا شوية وهكذا. بس الفكرة ان البارشل سي باي بارشل دبليو 2 1 2 بارشل سي باي بارشل دبليو 2 1 2 ممكن برضه اجيب الرسمة تاني تحت طبعا معانا كده تاني. هيكون عبارة عن partial c by partial z 2 2 اللي هو تغير الكوست بالنسبة للفاليو دي في partial z 2 2 by partial w 2 1 2. ده ما فيهوش مشكلة، ده برضه التشين رول، تفاضل بالنسبة لده في تفاضل ده بالنسبة لده w 2 1. طيب دلوقتي ايه هو تفاضل Z 2 2 بالنسبه ل W 2 1 2؟ تفاضل القيمه اللي هنا اللي هو الكومبيتيشن اللي هنا بالنسبه لده. لو جيت تحسبها هتلاقي ان Z 2 2 برضو عباره عن القيمه دي اللي هي X 1 اللي احنا اتفقنا ان احنا نسميها A 1 1 صح في W 2 1 بلس A 2 1 في W الراجل ده اللي هو 2 2 بلس A 3 1 في W 2 3 بلس البايس اللي هو 1 في بلس بي 2 2. طبعا هنا ده كله 2 يعني كل دي كلها 2. فبشكل عام برضو هيطلع ان تفاضل الزد بالنسبه للويت ده هو عباره عن القيمه اللي طالعه من هنا اللي هي A 1 1 اللي هو الاكتيفيشن اللي الويت طالع منه. فانا هقدر اقول دلوقتي ان بارشل سي باي بارشل W 2 1 2 عبارة عن partial C by partial Z 2 2. بس احنا اتفقنا دي نقدر نسميها دلتا بالconvention بتاعنا، فده هيبقى دلتا 2 2 في الراجل ده اللي هو كان A 1 1. لو عايز اجنراليز الكلام ده لأي ويت واقع في اللاير دي اللي هي مش جنب الاوتبوت لاير على طول، هلاقي ان الكلام ده بيقول لي ان partial C by partial J بارشل W J K في لاير L، حيث ال L دي دلوقتي ما بقتش اللاير اللي قبل الأخيرة أو اللاير الأخيرة على طول، بقت لاير ورا، بتساوي دلتا الاتنين دي عبارة عن J والاتنين دي عبارة عن L هنا في الحالة دي A وهنا L ناقص واحد والواحد ده اللي هو K. فنيجي نشوف هل المعادلة دي هي نفس المعادلة اللي وصلنا لها هنا؟ الإجابة دي نفس المعادلة بالظبط. يبقى إذا كده استنتجنا إن المعادلة دي اللي إحنا وصلنا لها كتفاضل الكوست بالنسبة لأي ويت في اللاير الأخيرة برضه فاليد في بقية اللايرز. طيب إيه الفرق؟ يعني تاخد المعادلة دي خلاص كده اتأكدنا إن المعادلة دي جنرال سواء في اللاير اللي قبل الأخيرة على طول أو سواء في اللاير الأخيرة على طول أو في بقية اللايرز كلها لحد الأول خالص. طيب إيه الفرق؟ الفرق إن حساب الدلتا في اللاير الأخيرة كان سهل قوي، يعني حساب الدلتا دي اللي هي تفاضل الكوست بالنسبه للزد هنا كان سهل قوي. حسبناها كده مثلا ان الدلتا دي عباره عن كذا، عباره عن الشيء ده. بشكل عام الدلتا في الفاينل لاير دلتا ال لاي نود في الفاينل لاير هتكون عباره عن a k l ناقص y k في سيجما داش Z L K صح. بعد كده بشكل عام طبعا بافتراض ان الكوست فانكشن بتاعتي هي least squares، لو مش مفترض كده هضطر اسيبها زي ما هي تفاضل الكوست بالنسبه للاكتيفيشن يعني. فحساب الدلتا في الفاينل لاير كان بسيط. المشكله ان حساب الدلتا بقى اللي هي partial C by partial Z في اللاير اللي في الاول هيكون معقد اكتر من كده.
وهو ده اللي هيفرق المعادله دي عن المعادله اللي فوق في الاخر. من بره كده هي نفس المعادله، بس الفكره ان حساب الدلتا دي هيكون اصعب في حاله ان انت تكون موجود في لاير مش اللاير الاخير. طيب فاحنا مهمتنا دلوقتي ازاي نحسب الدلتا ال جي في لاير غير اللاير الاخيره. طيب دلوقتي الدلتا عباره عن ايه؟ الدلتا شايف الاصفر او الابيض احسن من كده يعني. الدلتا تعال نحسب دي مثلا الاول كده، نحسب الدلتا 2 2 او بلاش، خلينا ناخد رقم، خلينا ناخد رقم مختلف شويه زي ده مثلا دلتا 3 2 عشان بس يكون ده غير ده عشان ما تلخبطش مين فيهم مين يعني. دلتا 3 2 مثلا ده عباره عن ايه؟ عباره عن بارشال كوست باي بارشال زد 3 2، ده كده باي ديفينيشن اوف الدلتا اللي احنا بنتكلم عنه. طيب الكلام ده عباره عن ايه؟ الكلام ده اكيد عباره عن بارشال سي باي بارشال اي 3 2 باي بارشال اي 3 2 باي بارشال زد 3 2، برضه تشين رول طبيعيه. طيب الترم ده عارفينه اللي هو السيجما داش عادي، انا بس عايز برضه افتكر ايه. ماشي ده سيجما داش عادي، فده هقول دلوقتي ان سيجما ان دلتا 3 2 عباره عن بارشال سي باي بارشال اي 3 2، وهنا في سيجما داش اوف زد 3 2. فبالتالي دلوقتي انا لو عرفت احسب دي هبقى عرفت احسب الدلتا، وبالتالي عرفت احسب التفاضل بالنسبه للويت، وابقى خلصت الباك بروباجيشن الجوريزم اللي انا عايز احسبه. طيب دلوقتي ايه هو معدل تغير الكوست بالنسبه للاي 3 2؟ نلاحظ بقى حاجه مهمه هنا، ان الاي 3 2 ده اللي هو ده اللي هو طالع من هنا من النيورون ده مأثر في الكوست عن طريق 3 نيورونز مختلفين، يعني هو مأثر في الكوست من خلال ده ومن خلال ده ومن خلال ده. فالحقيقه دلوقتي عشان احسب التفاضل بالنسبه للاكتيفيشن ده محتاج احسب التفاضل من الطريق ده بلس التفاضل من الطريق ده بلس التفاضل من الطريق ده. لان انا لو زودت الاكتيفيشن ده دلتا اي اللي هو انا عايز اجيب الليمت العادي خالص، لو زودت الاكتيفيشن ده دلتا اي صغير كده هنا هيأثر هنا وهيأثر هنا وهيأثر هنا، هلاقي ان دلتا اي ده أثر في ثلاث حاجات، فانا محتاج اعرف كل الكونتريبيوشنز يعني. او لو حبينا نتكلم بشكل ماثيماتيكال اكتر هنلاقي ان معادلة الـ A1 3 دي هيكون ظاهر فيها الـ A3 2 ده، ومعادلة الـ A2 3 هيكون ظاهر فيها ده، ومعادلة الـ A3 3 هيكون ظاهر فيها ده، وبالتالي لما أجي فاضل الكوست والكوست معتمد على الثلاثة دول، ساعتها مضطر أو ساعتها هلاقي إن الـ Activation اللي طالع من هنا ظاهر لي أكتر من مرة. بشكل عام يعني هلاقي إن الكلام ده عبارة عن، طبعا انا عندي التفاضل ده مضروب في حاجه، طب الجزء ده عباره عن ايه؟ هنا مضروب في سيجما داش زد 3 2 عادي خالص، بس الجزء ده هيكون عباره عن بارشال سي باي بارشال اي 1 3 في بارشال اي 1 3 باي بارشال اي 3 2 بلس بارشال سي باي بارشال اي 2 3 في بارشال اي 2 3 باي بارشال اي 3 2. بلس بارشال سي باي بارشال اي 3 3 في بارشال A 3 3 باي بارشال A 3 2. تمام انا كده خدت كل الكونتريبيوشنز يعني وضربتها في السيجما داش وفي زد 3 2. طيب نفك ده شويه، هيديني بارشال C باي بارشال A 1 3 في بارشال A 1 3، خد بالك الراجل ده معتمد على زد، في بارشال A 1 3 باي بارشال زد 1 3 في بارشال زد 1 3 باي بارشال A 3 2 بلس بارشال C باي بارشال A 2 3 بارشال A 2 3 باي بارشال زد 2 3 بارشال زد
2 3 باي بارشل A 3 2 بلس تالت ترم بارشل C باي بارشل A 3 3 بارشل A 3 3 باي بارشل Z 3 3 بارشل Z 3 3 باي بارشل A 3 2 الكلام ده كله مضروب في السيجما داش اوف Z 3 2 طيب بسطنا نجمع بقى تاني لو انا خدت يعني خد بالك احنا عملنا ايه دلوقتي انا خدت دي قسمتها جزئين اللي هو الجزء ده في الجزء ده دلوقتي لو خدت دول مع بعض ودول مع بعض ودول مع بعض هلاقي ايه هلاقي ان ده عباره عن بارشال سي باي بارشال زد 1 3 طب ايه هو بارشال سي باي بارشال زد اي بارشال سي باي بارشال زد عندي عباره عن دلتا فده هيساوي في الحقيقه برضه افتح قوسين تاني هيساوي دلتا 1 3 في بارشل زد 1 3 باي بارشل A 3 2 طب ده بيساوي ايه؟ بارشل زد 1 3 اللي هو ده صح؟ باي بارشل A 3 2 هنشوف كده معلش زد 1 3 اللي هو ده زد 1 هو ده باي بارشل A 3 2 اللي هو ده يبقى عايز بارشل القيمه الزد اللي هنا باي بارشل ده تعالى نحسبها كده او المهم نحسبها احنا عارفين علاقه ده بده هتكون مربوطه بالويت انت هتاخد دبليو ترانسبوز اكس فهتلاقي ان البارشل ده او التفاضل ده عباره عن الويت ده اللي هو دبليو اللي رايح لواحد يبقى دبليو 1 وطالع من 3 واللير 3 يبقى دبليو 1 3 اللير 3 يبقى كده يبقى دبليو 1 3 اللير 3 بلس نفس الكلام هنا هيبقى دلتا 2 3 في انا برضو عايز تفاضل زد 2 3 بقى تفاضل ايه 3 2 اللي هو تفاضل ده زد 2 3 صح اللي هو تفاضل ده بالنسبه لده فهيديني دبليو 2 3 و3 فوق 2 ان انا رايح للليير رقم للنيور رقم 2 من الليير رقم 3 و3 فوق بلس دلتا التالت ده هيكون دلتا 3 3 دبليو انا رايح ل 3 دلوقتي 3 والليير 3 ماشي الكلام ده كله سيجما داش زد 3 2 يبقى اذا دي معادله مين دي معادله دلتا 3 2 دي معادله دلتا 3 2 فالمعادله دي لطيفه جدا ان هي ربطت لي ما بين الدلتا في اللاير دي بالدلتا في اللاير او الدلتا عند نيورون معين بالدلتا في اللاير اللي بعدها طيب هل انا خلال الدريفيشن ده اعتمدت باي شكل من الاشكال على ان دي هي الاوتبوت لاير ودي هي اللاير اللي قبل الاوتبوت على طول لو ركزت كده تاني في التفاصيل هتلاقي ان لا انا ما اعتمدتش على كده فبالتالي العلاقه ما بين الدلتا دي والدلتات اللي في اللاير اللي بعدها هي نفس مثلا علاقه بين الدلتا هنا لو كانت دي ديب نتورك وهنا في دلتا كمان مش الانبوت لاير يعني عندي لايرز ثانيه هتكون العلاقه ما بين دي والدلتا هنا والدلتات اللي بعدها اللي هم الثلاث دلتات دول انا جبت علاقه من دي وبين الثلاث دلتات دول هتكون العلاقه بين دي والثلاث دلتات دول شبه جدا العلاقه بين الدلتا هنا والثلاث دلتات دول ماشي طبعا هتكون ساعتها كل واحده من دول لها علاقه بالثلاث دلتات اللي بره هتلاقي الموضوع بدا يبقى كومبليكيتد اكتر بس في الاخر العلاقه من كل دلتا واللي بعدها هتكون شبه بعض جدا نفس المعادله لو حد حاسس ان دي مش 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 حاجه منطقيه قوي ممكن يجرب على نتورك ثانيه اربعه لايرز بدل ثلاثه بس ويحاول يشوف العلاقه ما بين الدلتا اللي هنا والدلتات دول هيلاقي في الاخر هيوصل لنفس النتيجه بس بشكل هيطول اكتر في المعادلات شويه ان هو هيضطر يحسب الدريفيتيف من هنا لحد هنا ومن هنا لحد هنا يحسب الدريفيتيف اطول بس في الاخر هيلاقي برضو ان العلاقه ما بين كل دلتا واللي بعدها نفس الشيء يعني معادله شبه دي شويه يعني نفس المعادله بالظبط او شبهها شويه طيب لو انا عايز اجنرالايز الكلام ده بنوتيشنز اللي هي الرموز هقول ان دلتا جي وال مثلا
اللي هي الدلتا عند نيورون جي في اللير ال هيكون عبارة عن سيجما على كي، حيث الكي ده ينتمي لايه؟ للنكست لاير. خد بالك دلتا هنا 2 وهنا 3 3 3، انا بتكلم على الدلتات اللي في اللاير اللي بعدي، يبقى سيجما وطبعا هنا 1 2 3، فانا عندي في كاونتر هنا بيعدي على كل النيورونز اللي بعدي 3 هنا 3 بس هيكون كي في الحاله الثانيه يعني. فالكي ده ينتمي الى عدد او او يعني بكاونت على عدد النكست لاير او النيورونز في النكست لاير. هنا هيكون دلتا كي وهنا ال بلس 1، انا عندي كان هنا 2 بقى 3 3 3. طيب هنا دبليو 1 2 3، فاول بارامتر بيساوي الكي يبقى دبليو كي، تاني بارامتر ثابت بيساوي الجي 3 3 3 يبقى كي جي ماشي. واللاير هنا بتساوي 3 زي دي فتبقى ال بلس 1 برضه، تمام كده. والكلام ده كله بين قوسين كده مضروب في سيجما داش زد، التلاتة دي زي مين؟ التلاتة دي زي دي يبقى ده كده جي، والاتنين دي زي دي اللي هي ال، سيجما داش زد جي ال. كده وصلت لتعريف الدلتا جي ال، حيث ال المرة دي مش هي الاوتبوت لاير، دي اي ال ان جنرال بربط ما بين كل دلتا وبين دلتات في اللاير اللي بعدها. طيب دلوقتي انا عرفت اجيب دي ازاي؟ لو انا مثلا في اللاير اللي قبل الاخيره فدي هتكون هي الدلتا ال كابيتال، يعني دي كانت الدلتا ال اللي هي فاينل لاير اللي انا بعرف احسبها ماشي. والسيجما داش دي برضه هعرف احسبها زي ما قلنا قبل كده، ان مثلا لو السيجما كانت، لو كان السيجما اصلا عباره عن سيجما اوف زد عباره عن 1 على 1 زائد اي اس ناقص زد اللي هو السيجمويد العادي، هعرف افاضل دي واعوض، يعني الموضوع مش معقد خالص يعني. فانا هعرف احسب التفاضل ان انا هفاضل دي واعوض، ده في الاخر مجرد رقم. ف تعالى كده تاني، فاحنا عرفنا نحسب دي، وطالما عرفنا نحسب دي فاحنا عارفين ان في الاخر البارشال سي باي بارشال اي ويت في اي لاير عباره عن دلتا جي ال اللي انا لسه حاسبها دلوقتي في الاكتيفيشن. وبالتالي انا نوعا ما وصلت ازاي اعرف احسب بارشال سي باي بارشال دبليو جي كي في اي لاير، وده اصلا هو اللي انا عايزه، ده الغرض اللي انا كنت عايز اوصل له من خلال الباك propagation. فانا كده خلاص خلصت اللي انا عايزه. فانا في الحقيقه كده احنا طلعنا بكام معادله، هم دول المعادلات اللي بنسميهم الباك propagation equations، هلخصهم هنا تحت، بيتعمل صندوق كده تحت. اول معادله كانت بتقول لي ان الدلتا، لحظه كده، اول معادله هي المعادله دي اللي هي بتاعه الدلتا كي في الفاينل لاير، تمام. طبعا انا برضو هتجاهل دي عشان انا عايز اكون جنرالايز، فهقول ان اول معادله عندي ان دلتا كي في الفاينل لاير ال دي اللي هي اخر لاير يعني عباره عن بارشال سي باي بارشال اي كي ال في سيجما داش زد كي ال، ودي حسابها سهل زي ما قلنا قبل كده، ان انا هعرف اجيب ده على حسب الكوست فانكشن بسهوله، ده تعويض يعني، الكوست فانكشن معتمد على ده بشكل مباشر يعني. طيب فدي اول معادله. تاني معادله هي برضو معادله الدلتا بس في اللايرز الثانيه اللي هي انهي معادله؟ اللي هي المعادله اللي لسه وصلت تحت خالص، المعادله دي. دي كانت تاني معادله في الاربع معادلات الاساسيين بتوع الباك بروباجيشن. المعادله دي. ماشي. تالت معادلة هي معادلة updating بتاعت الويتس، هلاقي ان المعادلة دي كانت مشتركة ما بين اخر لاير ومش اخر لاير، هي المعادلة فين؟ هي المعادلة دي كانت مشتركة في الحالتين، سواء ال دي كانت ال كابيتال او مش ال كابيتال، كان شيء لطيف يعني. دي كانت تالت معادلة مهمة. رابع معادلة هي بس معادلة update البايس، يعني هي يعتبر حالة خاصة من دي يعني. ف بارشال سي باي بارشال بي ال، وهنا مثلا كي ولا حاجه او خليها جي مثلا، هي حاله خاصه من دي، بس الفرق الوحيد ان البايس الاكتيفيشن اللي داخله في بالك دي احنا نقدر نقول عليها ايه؟ نقدر نقول عليها، تعال نشوف كده، لو انا عندي حاجه زي كده يعني وبتكلم مثلا على دبليو 2 1، فلو دي دبليو 2 1 هيكون لو الجي ب 2 هيكون دي دلتا 2، ال ده هيكون 3، في A كي اللي هو بكام؟ اللي هو 1 2، فده بيساوي خد بالك دلتا 2 3 اللي هي دي، و A 1 2 اللي هو ده،
فانت تقدر تقول بشكل عام ان ان المعادله دي او بارشال سي باي بارشال دبليو جي كي هيكون عباره عن دلتا اوت اي ان اللي هو ايه الويت ده كان معتبر ان هو طالع من هنا وداخل هنا. فالتفاضل بالنسبه للويت عباره عن الحته اللي هو طالع منها او الاكتيفيشن اللي هو طالع منه مضروب في الدلتا بتاعه النيورون اللي هو داخل فيه. يعني ده لو مش عاوزين بس نوجع دماغنا بالنوتيشنز قوي والكي والجي والكلام من ده. فالفكره بس بالنسبه للبايس هتلاقي ان هو داخل في نيورون عادي ففي دلتا، بس هو طالع من 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 رقم، يعني طالع من من شيء ما هنا قيمته بواحد. فالاي ان بالنسبه للبايس هتساوي واحد، ده كل اللي عايز اوصل له يعني. فنفس المعادله دي يبقى كده لو عايز اجيب بارشال سي باي بارشال البايس هيكون عباره عن دلتا جي عادي، دلتا جي ال عادي بس مضروب في واحد فهيساوي دلتا جي ال بس. خلاص يبقى كده دول هم الاربع معادلات اساسيه بتوعنا. ممكن اسمي هنا بس برده الدلتا اوت في الاي ان عشان نتجاهل كل الحاجات دي يعني. طيب فدول كده الاربع معادلات الاساسيين بتوع الباك بروباجيشن اللي احنا بعد كده عايزين ناخدهم بقى ونشوف ازاي نعمل لهم فيكتورايزيشن. هنقف هنا الفيديو ده، نحط بس الرايز، معلش لازم احط الرايز قبل ما في الفيديو، ممكن اصغرهم كمان شويه عشان اعرف احط الرايز. ماشي فدول كده الاربع معادلات بتوع الباك بروجيشن. الفيديو الجاي هنبدا نشوف ازاي نعمل لهم فيكتورايزيشن عشان عايزين نتخلص من الفور لوبز اللي موجوده عندي دي ونفكتورايز حاجات تانية زياده عن مجرد ان احنا نشيل الفور لوبز يعني. تمام.